فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان هناك إمام راتب فحضر شخص إذا كان هناك إمام راتب فحضر شخص أقرأ منه، فهل يكون أحق منه بالإمامة؟ أقرأ منه؟ لا لا لا, لا. الإمام الراتب لا يؤم أن الرجل في صحراء. إمام المسجد له سلطان في المسجد، لا يجي واحد يتقدم عليه، حرام هذا، ما يجوز. نعم.